القصة التاسعة، هذه القصة تتعلق بتزكية النفس. هذا رجل من أكبر الدعاة في الوقت المعاصر، وهذا الداعية له دروس في التفسير، وله دروس كثيرة في قصص الأنبياء وغير ذلك، وله كتب كثيرة كثيرة. هذا الرجل عندما يلقي محاضرة أو درس يمتلئ المسجد، حتى لربما الشوارع تتوقف، وله تأثير كبير. هذا الرجل عندما رأى الناس يلتفون به من كل مكان، ويا شيخنا ويا إمامنا ويا معلمنا وغير ذلك، خاف على نفسه. وهكذا الإنسان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا عندما وجد هذه جماهير والناس ويثنون عليه من كل حدب وصوب، خاف على نفسه. ولذلك ماذا فعل؟ يقول سائق سيارة: فقدت شيخ، ما وجدت شيخ، حاولت أبحث عنه في المسجد ما وجدته، في الغرف التابعة في المسجد ما وجدته، ذهبت إلى دورات مياه يعني أبحث عنه في الوضوء ما وجدته، ذهبت إلى دورات مياه فوجدته ينظف مراحيض المسجد. ماذا يفعل؟ ينظف مراحيض المسجد. يقول لماذا؟ يقول حتى أقهر هذه النفس. لربما الإنسان هذه النفس تملي له أشياء: أنت فعلت وأنت فعلت، وأنت أنفقت، وأنت 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 وأنت. ولذلك هنا في هذه الحال لا بد أن يكسر هذه النفس، حتى لا تؤدي به هذه النفس إلى الغرور وإلى الكبر. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، يعني هذه تأمر بالسوء. الإنسان لربما يؤدي به هذا الوضع إلى هذا الثناء، لربما هذا الثناء يؤدي به إلى الغرور وإلى الكبر. ولذلك الإنسان لا بد أن يقهر نفسه، كذلك يتذكر عيوبه، يتذكر الخلوات، وماذا ما يفعل الإنسان في الخلوات. الإنسان أثنوا عليه جميع المنطقة وجميع الموجودين، لكن أنا أعرف نفسي ماذا أفعل في الفرائض، في السنن، في النوافل، مع الوالدين، مع الأرحام، مع الله سبحانه وتعالى، في تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجد الإنسان أنه يعني مقصر. أيضا حتى ولو ارتفعت به النفس يتذكر: ألم نخلقكم من ماء، ألم نخلقكم من ماء مهين. فالإنسان مهما يعني بلغ ما بلغ يتذكر أن الأصل ماذا؟ هو ماء مهين. هذا هو مفسر كبير، لكن حصل معه هذه الطريقة مع نفسه.